لا طبعا مش هيحصل، مش هيحصل، مش هنكرر سيناريو 48 تاني. واللعبة معمولة عشان كده ومش هيحصل. كلنا، انا شخصيا مستعد ارجع تاني احارب. انا حاربت في 73 وهحارب تاني في سني ده، هحارب تاني، بس مش هاخده مننا ارضنا تاني ابدا. شكرا جدا. شكرا. موقفها كان واضح وموقفها كان قوي جدا، لانه مفيش اي خروج للاجانب من غزه الا مع دخول المساعدات، وده كان موقف مشرف جدا جدا من مصر. ومصر الحقيقه يعني طول عمرها واقفه مع القضيه الفلسطينيه، وانها قضيه العرب القضيه الفلسطينيه. احنا بندعو العالم الانساني كله انه يقف مع اهالينا في غزه، لانه اللي بيحصل ده نوع من الاباده والتهجير، وده ما حصلش، ما ينفعش يحصل في العصر الحديث بتاعنا ده، في القرن بتاعنا ده 21، ان المجازر اللي بتحصل دي احنا بنرفضها، واحنا كفنانين ونقابه المهن التمثيليه بنرفض ده وبنقف مع اهالينا في غزه.